الحمد لله على السلامة ستان. الله يسلمك. هات الحاجة اللي في العربية. الحمد لله على السلامة يا ست وصال. الله يسلمك يا دادا. ماما صاحية ولا نايمة؟ لا صاحية ولا. الحمد لله على السلامة يا ست وصال. الله يسلم حضرتك. ايه ده انت لسه ما نمتيش؟ انا مش زي قبل ما تيجي واطمن عليكي. ما انا قايله لحضرتك ان في عيد ميلاد بنت فاتت واكيد طبعا لازم هتاخر. وطبعا استنيتي لما كل المعازيم روحوا علشان تنظفي البيت مع فاتن وبالمره تغسلي الصحون. طبعا استنيت لما كل المعازيم يروحوا عشان انظف لها البيت واغسل لها الصحون، لان هي ما بتفوتش فرصه الا وتقوم معايا بالواجب. وبعدين حضرتك بتقولي كده ليه؟ مش دي فاتن العقله اللي نفسك اعمل زيها؟ يا ريتك كنت عملت زيها، على الاقل كان زمان دلوقتي احفادي بيجروا حواليا. هو ده موضوع يتفتح في نص الليل؟ وبرضه مش مكسوفه من نفسك انك ترجعي في نص الليل؟ الجيران يقولوا علينا ايه؟ يتهيالي انه انا كبرت بما فيه الكفايه انه ما يهمنيش كلام الجيران، ويتهيالي برضه اني مش محتاجه ابقى على ذمه راجل عشان يحميني من كلام الناس، ده اذا كان ده قصد حضرتك. صباح على خير. الحاجات دي كاتوهات وتورتات فاتن بعتها لك. انت عارفه ان انا عندي سكر ما باكلش الحاجات دي. دادا بيكليها انت. يا اهلا وسهلا يا باشمهندسه. اهلا وسهلا، نورت الحي عندنا. أهلاً. انا المهندس مندور المسؤول عن المنطقه اللي حضرتك هتستلميها. انا اصلا اتنقلت لمنطقه تانيه في نفس الحي، يعني جاهزه حضرتك تستلمي من الملفات اللي هتبقى من اختصاصك. يا اخي استنى عليها اما تشرب قهوتها الاول. لا قوي قوي براحتك، عموما كل الملفات جاهزة مش ناقصها غير توقيع حضرتك بالاستلام. لا مؤاخذة. الو الو. طيب جدا 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 ومحترم كمان. انا نسيت اسألك، صحيح انت عملتي ايه في مكالمات المعاكسات بتاعت 7 الصبح؟ ما بتبطلش، مع ان ده لو عنده نقطة دم في وشه ما كانش اتصل تاني بعد الكلام اللي انا قلته له امبارح. هتدخلي اظهار رقم يا فاتن بقى. لا لا لا، اظهار ايه وما اظهرش ايه؟ لا الله، طب خلاص خلي التليفون تحت المراقبه. مراقبه ايه يا وصال؟ انا ست ماشيه جنب الحيط. هي كل ارمله لازم تتكعور يعني وتبقى جنب الحيط؟ مش ليكي حقوق يا بنتي؟ يا اختي بكره يزهق ويبطل. لو كلمك بديني نمر تليفوني هتسلى بيه شويه وانا قاعده فاضيه مفيش ورايا حاجه. بتضحكي غصب عنك ليه بقى؟ مالك؟ فرح محتاجه لدرس فيزياء. ايه ده؟ فيزياء بس؟ ايوه. انا اعرف ان الناس بتدي دروس في كل المواد، ده في ناس بتدرس العاب يا بنتي، ده دي بنتك ثانويه عامه احمدي ربنا. ايوه الدرس ده هيكلفني 1000 جنيه، دي حاجه ما كنتش عامله حسابها خالص. خلاص يا فاتن الفلوس تبقى عندك النهارده. يا بنتي سيبيني اتكلم معاكي براحتي، مش كل ما اقول لك على مصيبه هتقولي لي الفلوس هتبقى عندك، يعني خليني اتكلم براحتي ما اعملش حساب. سلف يا فاتن، اديهم لي 10 جنيه كل شهر. بصي انا هحاول اتصرف ولو ما عرفتش هقول لك. ولا هتقولي ولا هتعيدي. ها شربتي قهوتك يا باشمهندسه؟ اه خلصتها. آه من فضلك اديني ملفات علشان انا لازم استاذن بدري النهارده عندي مشوار. هاي يا ماما. هاي يا حبيبتي. ايه ده يا ماما؟ ايه ده كيس مليان فلوس. فلوس يا ولاد الايه؟ انا حسيت ان انا اتشليت، انا رميت تامر وفرح في البيت وجيت للجري. الفلوس دي حاسه انها عامله زي النار بتحرقني. بعد الشر عليك يا رب. هم ان شاء الله يا رب هم. انت عارفه سيد الشربيني اللي حط لي الفلوس دي في العربيه عشان تتحسب عليا رشوه عشان ما اكتبش مخالفات عن البرج بتاعه. يا حبيبتي الرشوه دي انك تطلبي فلوس من حد مقابل مصلحه غير قانونيه تعمليها له، وانت ما عملتيش كده. الفلوس دي مجرد اختبار. اختبار؟ اه طبعا اختبار. ومندور اللي ورا الحكايه دي. مندور؟ طب ايه مصلحته؟ مصلحته يعرف ميتك، يشوف هتطنش على مخالفات سيد الشربيني ولا لا. معقوله مندور؟ مالك اتخضيتي قوي كده؟ انت بتتعاملي معاه لانه شريف ولا ايه؟ يعني هو وسيد الشربيني متفقين عليا؟ يو انا ياما حاولوا معايا الاساليب دي قبل كده، بس مندور ده انا علمته الادب عشان كده ما بيستجريش هوا بناحيتي. طب معقوله ما تقوليليش عشان اخد بالي؟ يعني هخوفك بقى، وبين انا قلت يمكن يكون اتغير، بس دي لي الكلب منظور ده.
معقولة ده يحصل لي في أول يوم في شغل الجديد؟ يوه أنت لسه شفتي حاجة؟ ده أنا ليا باع طويل في الحاجات دي، بس إحنا أهم حاجة لازم نعملها دلوقتي محضر بالفلوس، لأن الفلوس لا 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 يا وصال محضر إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ هو في الحالات اللي زي دي بتعمل محاضر وأنت فاكرة إيه؟ لا 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 أنا لا محاضر ولا أي حاجة من دي، أنا لا عايزة بوليس ولا محاكم ولا نيابة ولا شوشرة، أنا ولادي ماشيين جنب الحيط. طيب يا خوافة أنا عندي ليكي حل، ولا في ولا بوليس ولا شوشرة ولا نيابة ولا أي حاجة. طب إيه هو الحل؟ أنا مش عايزاكي تعملي أهم حاجة خالص، الموضوع ده ما تفكريش فيه. باي باي طن. أرفار فاتن. سلمي على عمي وبوسي الولاد. زي ما قلت لك بقى يا فاتن. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشغل؟ ايه الموضوع المهم اللي خلاها تجيلك لحد هنا؟ وبعدين ايه الموضوع بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه بصوت واطي على السلم علشان انا ما اسمعوش؟ دي حاجات بيني وبينها ما تهمش حضرتك خالص. يعني ايه ما تهمنيش؟ هو انتي مش بنتي واللي يهمك يهمني؟ انا ما بقتش الطفله الصغيره اللي اجي اترمي بقى في حضن حضرتك كل شويه واحكي لك على كل حاجه. خلاص كبرتي وبقالك شخصية مستقلة مش عايزة حتى تاخدي رأي أمك في أي حاجة. هو أنا فعلا كبرت وطبيعي أنا تبقى لي شخصية مستقلة، بس حكاية الرأي دي ممكن تبقى بشكل أحسن شوية. يعني حضرتك بس تبطلي تتدخلي في كل حاجة في حياتي، كل حاجة بينا بعد كده هتبقى أحسن. على كل حال ما تنسيش أن فرح بنت عمتك فضل عليه أسبوع، ولغاية دلوقتي ما اشتريتيش فستان سواري عادل عشان تحضري بيه الفرح. ومش هشتري فستان سواري عادل عشان أحضر بيه الفرح، لأن أنا أصلا مش هحضر الفرح. يعني إيه؟ عايز عمتك تقول علينا إيه لما أنا أروح وإنتي ما تجيش معايا الفرح؟ يعني هو ده اللي مضايق حضرتك بس أنه عمتي تقول علينا إيه؟ تقصدي إيه؟ قصدي حضرتك عارفة كويس انا كبرت بقى خلاص، يعني ما ينفعش اتشيك والبس واعمل شعري عشان اروح افراح والعرسان يشوفوني ويتقدموا لي ويجوا يخطبوني، عيب. امال هتتجوزي ازاي؟ انا اصلا مش هتجوز، انا بس مناقشتي مع حضرتك ما بطلعش منها بحاجه، فيستحسن اني ما تناقش من اصله. انا طالعه استريح.